مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، يعطيكم العافيه، سلام للجميع. خلينا شوي نكون ايجابيين وننظر للموضوع بشكل ايجابي. يس، موضوع الكورونا هذا عم بيعمل الان صدى، كوفيد 19 للأسف عم بيعمل ضغط كتير على الناس نفسيا واجتماعيا، حتى انه معظم السوشيال ميديا والإعلام عم بيحكي عن هذا الموضوع يوميا. يمكن نسمع ساعات وساعات عن الموضوع وبطلنا حتى نستوعب شو اللي صح وشو اللي غلط. بس أنا بدي أجيب لكم هذا الفيديو من ناحية أخرى، الإيجابيات اللي قامت فيها الفيروس هذا. خلينا نحكي عن بعض الإيجابيات. نعم، سوى إيجابيات وما إجا عشان صراحة يقتل عدد كبير اللي ماتوا من الناس، يعني أعتقد 14,000 12,000 لحد الآن، رقم ليس بالعالي بالنسبة لمقارنة للأمراض الأخرى واللي عم بتصير، الكوارث الأخرى. لكن طبعا الله يرحمهم جميعا هذول الأشخاص، يعني عزيزين على قلوب كثير من الناس. لكن أجين هذا الفيروس جاء ليربينا، ليجعلنا نفكر بطريقة أخرى، لنتجلى في مواضيع أخرى حنحكي عنها، لتطهير الأرض من عادات سيئة كنا بنقوم فيها. خلينا نحكي عن بعضها، أنا جمعت بعضها من بعض المصادر، طبعا مش كلها من عندي، لكن في جانب مشرق لهذا الفيروس خلينا ننظر إله بنظرة إيجابية. طبعا بما أنه توقف العمل، أقول لك نسبة إصابات العمل الآن 0%، خاصة في الأماكن الخطرة. نسبة وفيات حوادث السير في الأماكن اللي أوقفت فيها 0%. الشريط الآن الإخباري الآن يخلو، أو ما حد عم بحكي عن مشاكل ثانية في العالم، كله بحكي عن الكورونا، فما بطلنا نسمع المشاكل السياسية والاجتماعية. الحمد لله الخبر الرابع، لا يوجد قصف جوي ولا يوجد إرهاب، إن شاء الله يكون هذا الموضوع صحيح. الخبر الخامس، وقف كامل للحروب، هل صحيح هذا الحكي ولا لا؟ إن شاء الله. رقم 6، شوارعنا كلها صارت نظيفة، تلاحظين الشوارع نظيفة لأنه ما الناس بطلت تطلع، بطلت تكب زبالة برا. رقم 7، الشوارع هادية، الناس بتسوق على روائتها، بطل في الجنون في السواقة. رقم 8، البيوت نظيفة معقمة، كنا صرنا نعقم زيادة وننظف، طب ليش ما كنا نسوي هيك زمان؟ هل ما كان في فيروسات وبكتيريا حوالينا وما كانت تكون خطر على أولادنا؟ لا كانت، بس الآن صرنا في عنا وعي شوي. النقطة اللي بعدها، المأكولات المنزلية هاي الشهية اللي كل العائلة الآن عم بتقوم فيها. يس كنا نأكل بمطاعم، بس هل نستلذ بأكل الزوجة والأم والأخت؟ لا بطلنا، ما كنا نستلذ، الآن صرنا نستلذ فيها. النقطة اللي بعدها، الأطفال صاروا تحت رعايتنا، صرنا نشوفهم، نحكي معهم، نجلس معهم، مضطر الآن أنت تحكي معهم، مضطر أنك تسوي شغل، هذا شيء رائع. النقطة اللي بعدها، السيارات صافة مركونة فقط للضرورة، وهذا شيء جميل، أنت بتستخدم السيارة فقط للضرورة، مش رايح جاي خيط ميتي زي ما بيحكوا للسيارات. الحمد لله انعدام حوادث السير والمرور، وهذا شيء جميل انه ما نشوف هايش، لانه معظم الوفيات في العالم، كثير من الوفيات كانت تصير يوميا بسبب حوادث المرور، ارقام خياليه تزيد عن من الناس اللي ماتوا في الكورونا. الان الشعوب كلها مسالمه وخاليه من العصبيه والشجارات. طبعا بعض الرجال حيقولوا لي لا الموضوع مش هيك، لا بس الناس فعلا صارت صافيه الذهن، الان بطلت تعصب على امور بسيطه يعني. والنقطة اللي مهمة جدا، انعدام التلوث البيئي. يا جماعة علماء البيئة بقول لك في هذا الشهرين اللي ماضيين أو الشهر ونصف الماضيين تغير في البيئة بشكل كبير، يعني في أرقام حكوها أنا مش مستذكرها الآن، لكن أرقام خيالية في التغير البيئي اللي صار، تحسنت البيئة، سبحان الله. يمكن يكون هذا لعودة البالانس في البيئة والتوازن. النقطة اللي بعدها، المستشفيات صارت تتأهب بطرق جديدة وصارت تتعلم طرق جديدة. نعم في ضغط على المستشفيات، بس صارت تستخدم طرق جديدة.
أطقم الطبية صارت منضبطة ومستعدة بطرق جديدة، الله يعطيهم العافية، لأنهم هدول الحماة، هدول الآن هم الفيرست لاينر. اللي عم بتشوفه الشباب المسؤول، الشباب الفولنتير اللي بيطلع بيرعى الآخرين ويساعد الآخرين طبعاً، وينشر الأعمال الخيرية، تجمع الناس على أعمال الخير، هذه يعني شيء مهم. تضامن الشعب كله، تضامن الشعوب، يعني تحية للشعوب العربية، تحية للشعوب اللي عم تتضامن مع حكوماتها عشان توقف هذا الفيروس، مش بس ببلدها، لا في كل العالم، لأنه إيقاف هذا الفيروس شعب وخان لما قالوا إله 60 يوم الآن، يمكن أعتقد اليوم رح يبدأوا فتح حظر التجول أو وقفوه، إلهم 60 يوم جالسين في بيوتهم، الله يعينهم. هدول حاولوا إنهم يوقفوا أو يعطونا إحنا وقت عشان ندبر حالنا ضد هذا الفيروس. الملاهي والمحرمات أغلقت، والآن الحمد لله رب العالمين. يمكن الناس يقول لي طيب ما هي المساجد أغلقت والأماكن العبادة والكنائس، يس، بس إن شاء الله نرجع لربنا إحنا، يعني إحنا موضوعنا إنه نصلي في بيتنا ونصلي في المساجد لله سبحانه وتعالى، ستكون إن شاء الله بنفس هذا. لكن هاي الملاهي وصلاة القمار وصلاة الخمارات وهاي كلها إن شاء الله راح أوقفت. طبعا الحفلات والسخافات الفارغة كلها أغلقت وأوقفت، هذا برضو من الحسنات. انعدام الألفاظ البديئة، الحمد لله رب العالمين، صرنا نفكر شوية، لأنه كنا عارف إيش رح يصير، الألفاظ البديئة لن تنفع أحدا، بالعكس ستضرك وتعطيك سلبية. المساواة بين الفقراء والأغنياء، وهي نقطة كتير مهمة. انتوا شايفين رؤساء دول ووزراء وأمراء عم بمرضوا بالمرض، والفقراء عم بمرضوا بالمرض، مع أنه هذولاك عندهم حصون محصنة، عشان تعرفوا قدرة الله سبحانه وتعالى. تذكير الناس بالتوبة والطاعة، دائما المرض والصعوبات اللي بتواجهنا بتذكرنا بالطاعة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. خلينا نرجع لله سبحانه وتعالى، خلينا نصلي، خلينا نصوم، خلينا نفكر بقدرة وعظمة الله سبحانه وتعالى. تقوية العلاقات الأسرية، الآن أنت جالس مع زوجتك، احكي، تكلم معها، اعملوا conversation، تكلم مع أبنائك، هذه بتقوي العلاقات. كنا دائما نروح على الشغل، نرجع من الشغل، نبدأ على التلفون تك 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 نص نهار، بعدين على التلفزيون نص نهار، ونروح ننام ولا كأنه إحنا عايشين مع أهلنا وأصدقائنا. كورونا لم تأتي لتقتل، بل أتت لتعلمنا. نساء الآن ماكثات في البيت، استغلوا هذا اليوم، هذا الأوقات، اعملوا أكل زاكي لأولادكم، اعملوا لهم أشياء جميلة، اختراعات جميلة، العبوا معهم مع أزواجكم، وحاولوا أنكم تعملوا رفاهية في البيت، تغيروا من نمط الحياة. التكنولوجيا استخدموها، هاي نقطة مهمة، استخدام التكنولوجيا بشكل هادف. حاولوا الآن تدرسوا، الآن في كتير جامعات ومؤسسات بحثية عم تفتح الكورسات أونلاين فور فري، ادخلوا. أنا الآن بديت 3 كورسات جداد أونلاين، مش غلط نتعلم، نستخدم التكنولوجيا بطريقة صح، ما نضلنا نشتغل موضوع فوروردات. وسائل النقل، الآن النقطة اللي بعدها، وسائل النقل فيش فيها اكتظاظ نهائيا، عم تشوف انها فاضية لأنه ما في حدا عم بطلع. الطوابير طبعا في معظم الحالات كانت طوابير upside and down، الناس فوق بعض، خاف هذه الناس صارت تخاف من بعض، فتلاقي السوشيال ديستانس، هاي الناس واقفة، طوابير منظمة، الناس صارت تنتبه للموضوع. طبعا النقطة المهمة وأنا دائما بركز عليها، احترام القامات والعلماء، مش الناس الهابطة. العلم والعلماء مهم جدا يا جماعة، العلم والعلماء، هو العلم هو مفتاح لتقدم الشعوب، لن تتقدم الشعوب فقط في الاقتصاد ولا السياسة، العلم مهم جدا جدا جدا، فدائما ركزوا على العلم والعلماء. مش بهذا الوقت، الآن السياسيين والاقتصاديين تركوا الحكي وتركوا المنصات، والآن كله بيحكي عن العلم والعلماء. قبيل
يعني هذا من عاداتنا، يعني أنا كنت أتوقع أنها من العادات السيئة. الحمد لله الآن بدأنا نخفف عنها. حلوة أن نكون حميمين مع الناس اللي بنحبهم، لكن مشكلة أنه لما تكون قريب كتير، يعني مش بس هذا الفيروس، في كتير فيروسات تنتقل، فمش غلط بس شيكينج هاند. يعني حتى الأجانب الفرنسيين عندهم هاي العادة الآن عم بيقوموا فيها، اللاتينو عندهم هاي العادة عم بيقوموا فيها. في نقطة جدا مهمة اللي هي توقف الاجتهادات الشخصية والتطفل. طبعا زمان كنا نشوف كتير هذه الشغلة، لكن الحمد لله الآن عم بتخف كتير، وإن شاء الله تخف أكتر. فما ندنا نتطفل بجيراننا شو بيسووا، بالعكس نروح نساعدهم، بس هم لهم حريتهم الخاصة وإحنا لنا حريتنا الخاصة. نقطة مهمة جدا وهي التالية، اللي هي تعزيز روح المسؤولية. المسؤول صار مسؤول أكتر، وصار يعرف أنه الآن الوضع مش سهل، ولازم لما يأخذ الديسيجن يكون قده، يكون عارف أنه هذا القرار اللي هو عامله قرار يتحمل مسؤوليته. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الآن عم بنشوف هناك نبذ للعنصرية والطائفية، الحمد لله. أول شيء بدأ لما بدأ الفيروس في الصين، كتير ناس تنمروا على الصينيين حوالين العالم والآسيويين بشكل عام. الآن توقف هذا التنمر، لأنهم عرفوا أنه أي فيروس أو أي بكتيريا أو أي جائحة بتصيب شعب، ممكن تصيب كل شعوب العالم. الآن كلنا في نفس في الهواء سوا زي ما بيحكوا. في نقطة رائعة اللي هو شعور المواطن بأهمية وطنه، بأهمية دولته. إحنا كلنا بأهمية الإنسانية، إحنا كلنا موجودين في قوقعة واحدة يا جماعة. إذا أنت بتحمي نفسك الآن وبتحمي عائلتك، أنت بتحمي العالم كله، مش بس مجتمعك، مش بس دولتك، لا، بتحمي العالم. إذا أنت بتستمع للمعلومات الصح من المصادر الصح، أنت بذلك بتحمي نفسك وبتحمي عائلتك وبتحمي المجتمع والإنسانية كلها. فهي مسؤولية وحملها للجميع. ربنا حمل المسؤولية والأمانة على الجبال، رفضنا أن يحملها وحملها الإنسان، الإنسان اللي حملها، فلازم يكون قد هذه المسؤولية طبعا. وفي الأخير اللي هم إعطاء الأطباء والعلماء دورهم المستحق اللي كان مهضوم داخل المجتمع، كان ما حد يسأل عنهم. العلماء والأطباء خاصة في كتير دول ومنها الدول العربية كانت رواتبهم ضئيلة جدا، الآن بدينا نفهم قديش هم مهمين. فلنأخذ العبرة ونعرف أن الفيروس الذي جاءنا ليس ليقتلنا بل ليربينا، ليس ليقتلنا بل ليربينا، بل ليربينا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك.